منطقة غاريونس هي النقطة الأسخن في المحور الغربي لمدينة بنغازي، فمصادرنا من هناك أكدت أن مصيف الياسمين والمنطقة المحيطة به شهدت اشتباكات عنيفة جدا أجبرت خلالها مدفعية مجلس شورى ثوار بنغازي ميليشيات حفتر على الانسحاب من نقاط كانوا قد أحرزوا تقدما بها الفترة القليلة الماضية. وعلى الجانب الآخر والموازي تحاول ميليشيات حفتر التقدم أيضا فيما يعرف بالعمارات الصينية، فتصدى لهم مقاتلو مجلس شورى الثوار ودمرت لهم آليات عسكرية ودمرت أخرى بألغام أرضية أثناء الهجوم. ورغم الغطاء الجوي الذي تعتمد عليه ميليشيات حفتر في قتالها ضد مجلس الشورى إلا أن الثوار أحرزوا تقدما في تلك المنطقة. أما منطقة جنفوذة والجوارشا فتؤكد مصادرنا أن الطيران الفرنسي بريدتر والكامكوبتر تشن يوميا أكثر من 80 طلعات إلى جانب طيران الميج والعمودي الذي زاد دمار بالمنطقتين.